يستعد المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة لخوض مباراة هامة أمام شقيقه الجزائري في 7 مساء في نهائي بطولة أفريقيا. وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على نظيره الكاميروني ب3 أشواط مقابل شوط واحد، بينما تأهل المنتخب الجزائري على حساب شقيقه الليبي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ليتأهل مع منتخب مصر لبطولة كأس العالم.